أعزائي المشاهدين متابعي المصري اليوم في كل مكان، بنتابع مع حضراتكم من محافظة الشرقية تفاصيل القضية اللي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي قيام زوجة بالاعتداء على زوج والدة زوجها في محافظة الشرقية. معانا عم حمدي في أول والد الزوجة المتهمة في أول ظهور له بعد إن قرار المحكمة بإنقضاء الدعوة وتصالح الطرفين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. بداية أنا بشكر كل السادة المشاهدين، وبوجه الشكر لكل القائمين في قسم شرطة ديار بنجم، ضباط وأفراد وجنود وكل من هو قائم على أعمال الشرطة. وبوجه الشكر للقضاء العادل في جمهورية مصر العربية. واليوم تم عمل تصالح في سرايا النيابة بمركز دار بقسم بمحكمة دار بنجم، وقامت والدة الزوجة بالتصالح، وقام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح خير. وندعو الله أن يتمم صلحنا على خير، وأن تعود المياه إلى مجاريها كما قال الناس، تمام كده. ونتمنى من الله أن يرجع أهل الشر وأهل السوء إلى منتهاهم، وأن ينتقم الله منهم. قد قمنا بالتصالح اليوم، وقد صاغ أهل الزوج. طبعا امبارح بالليل فوجئت إن في مجلس عرفي مكون من 5 أفراد أتوا إلي في سكني، يعني استمروا معايا حتى 3 صباحا قبل الفجر بساعة، تحدثوا معايا. وطبعا أنا لازم أصغى للناس، من لا يصغى للناس لا يصغى لله، ولازم نحترم الناس. فقبل ما يجوا عندي كانوا موجودين في بيت الزوج، فتحدثوا معه وقدموا اعتذار لهم وقدموا اعتذار لي، وبالتالي لازم نصغى للناس. وقمنا اليوم بتحرير محضر الصلح في محكمة دار بنجم، وسيقرر المحاضر كلها إن شاء الله كلها تتشال بأمر الله، وإن شاء الله النوايا فيها خير مش فيها سوء. نحن نحمل فينا نوايانا الخير، وليس لنا أي دخل بأهل الشر والشرور، فربنا ينتقم. والله هم ما قدموش عروض، هم هيقعدوا في المجلس بضوابط، الضوابط دي ترجع ليهم بناء عن ما قص لهم من اهل الزوج وما قص لهم من اهل الزوج، هيضعوا ضوابط بمعرفتهم، فهم متخصصين كالشيخ النوايا فيها خير ان شاء الله، ولست اعلم بنوايا الغير. انا نواياي واسرتي وزوجتي فيها الخير كله، لاي شخص ولا اي حد، وليس الناس فقط، ولا نعلم بنوايا الاخرين. اللي وصلنا لكده عدم الفهم مع احترامي الكامل للي بدأ بالنشر. وطبعا هم فكروا ان انا ممتنع في بادئ الامر عن المجلس، ولست ممتنعا. كانت البنت في حالة مرض واعياء شديد، وانا طلبت الاطالة لحين ما نعالج بنتنا، نشوف ده مس، نشوفه سحر، نشوفه مرض نفسي، نشوفه مرض عصبي، نشوفه ضغط عصبي نتاج امر معين في الحياة. والله وارد الخلافات، النبي عليه الصلاة والسلام منزله كان فيه الخلافات، كان لا يخلو بيته من الخلافات، ولكن لا تدار المشاكل بالشكل ده، وتحل المشاكل بطريقة إنسانية. إن حصل خطأ من الزوجة لها والد أرسله إليه، وإن حصل خطأ من الزوج له والد وله أعمام وله أخوال محترمين. وتدخل الغرباء دايما أي طرف غريب، وارد حد يحط الخير، وارد حد يحط الشر. فطبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من كان مفتاح للخير مغلقا للشر، فنسال ان احنا نكون على خير دائما، وان يفرق ان يجمع شملهم، وان يفرق اهل الشر الشرك والضلال. والله للامانه المهنيه بتاعت العاملين والقائمين على السوشيال ميديا والقنوات الاخباريه والصحافه وكده، انا بناشدهم جميعا من خلال حضرتك ان اي محتوى خاص بالموضوع يحذف على الفور، وبناشد اصحاب القنوات والجهات الإخبارية أن نظرا لحساسية الأمر وربما تدار الحياة بشكل أفضل بعد هذا الحادث. وكنت لا أتمنى أن يدار الموضوع بالشكل الذي تم فيه الوضع. مهما حدث لكن هي مش قتلت، ومهما حصل من خلاف برضو يعني كلنا في الآخر بيت واحد، كلنا نخطئ ونصيب، لسنا ملائكة. أنا نفسي بغلط، وبعدين النبي قال المؤمن مرآة أخيه يبصره بعيوبه، فإن رآني أحد في خطأ لا مانع إنه يقول لي أنت مخطئ في الأمر ده، ولازم أتقبل، ولازم أصغى للناس. والطرف الثاني لا مانع إنه يصغى للناس ويتقبل الناس أهل العرف،
اخطف امر ما ويتقبل اهل العرف واهل الوسط. وجهه نظرك في الصبح اخطا، كان المفروض لما المفروض تغلط كان المفروض يعمل يتواصل معايا، المفروض اتواصل مع اول شخص اللي هو انا اللي حط ايده في ايدي، لان انا بحترمه وبحبه، وبالتالي بقى انا ما اعرفش شعوره من ناحيتي، تمام كده، لانه منقطع معايا بقاله فتره، بس عادي مش مشكله، ربما يكون لسفره او كده، او ربما يكون مثلا لسوء فهم او كده، فالامور دي كلها تتصلح سهله يعني، مش فيها مشكله. الطفله حنين كانت اللغز في الموضوع. طبعا الطفله حنان، اسمها حنان على اسم جدتها. طبعا دي قطعه لحمه طاهره لا تعرف غيره ولا تعرف حقد ولا تعرف ضغينه، فدي طبعا وسط جميل بين العيلتين وبين الاسرتين، فطبعا لازم نصغى للناس عشان الطفله دي، الطفله دي لما تكبر تلوم مين في الموضوع؟ هتلوم مين فينا؟ هتلوم ابوها ولا والدتها ولا جدتها دي ولا جدتها دي؟ مين اللي بيشيل الهم ومين اللي بيشيل المسؤوليه؟ لا قدر الله لو حصل انفصال مثلا، مين اللي هيتعب في حياه الطفله؟ فطبعا احنا ما نأملش ان الامر يوصل لكده، والامر لا النوايا فيها خير، ونشكر حضرتك على الجهود والسعي، ومن خلالك بناشد اهل الشر ان هم يبعدوا عنا، واتمنى من الله ان يفرق شملهم كما ارادوا ان يفرقوا شمل الزوجين، وان يجمع الله شملهم على خير. يعني انت النهارده قدام قسم الشرطه بتنتظر الافراج عن نداء؟ اه طبعا ان شاء الله. وطبعا احنا شايفين منذ قليل اللي كنتم مدخلين الطفله حنان، لانها كانت جايه حاليا على وصول، كانت جايه من الزقازيق، كانت بتعمل اشاعه وبتستكمل العلاج، فطبعا بمجرد وصولها جدتها دخلتها القسم عشان تاخد ال يعني ثقب، وان شاء الله ربنا يشفيها ان شاء الله بامر الله. طيب يعني عايزينك بقى يعني بعد اللي حصل ده كله وبعد انقضاء التعاون وانتهاء المشكله تماما، وان شاء الله الدنيا تهدى والامور تهدى، الامور هتهدى بفضل الله ما دام هناك اناس صالح، ما دام هناك اناس صالحون يحسون على الخير كل شيء سينتهي ان شاء الله، وان كان هناك اناس اشرار يحسون على الشر ويزرعون الشر عندنا وعندهم، فانا بتوقع ان في شر، انما لو في اهل خير زي الناس اللي جولي انا بتوقع ان في خير ان شاء الله، لا مانع من الخير، ونوايانا كلها خير بفضل الله. ربنا بيقول في القران لا خير في كثير من نجواهم، أيوة، الا من امر بصدقه، أيوة، او معروف او اصلاح بينهم. طبعا 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 الصلح خير، واي مشكله ما بتوصلش بالطريقه دي، ايوه، خاصه الاخوات، لان ربنا جاد وجعلنا بينهم موده ورحمه، ففي وجه، ايوه، وفي رحمه. وبعدين القران سجلها قبل كده، قال لك ولا تنسوا الفضل بينكم، هناك اناس من الناس صنف من البشر بعيد عن صله النسب، المشاكل العموميه بين الناس وبين المجتمعات، انت تعمل مول خير كثيرا في موقف واثنين وثلاثه وعشره واثنين، لمجرد سوء تفاهم نتاج عدم فهم منه ينسى فضلك عليه خالص، وينسى الافضل اللي بينك وبينه، وينسى المواقف الكويسه، وينسى اي عمل كويس معاه، وينسى كل شيء هدام. فالقران ما قالش غير، القران قال ولا تنسوا الفضل بينكم. وبعدين موضوعنا نرجع له، دي صله نسب كاللبن ان اصيبت بتراب عكرت، وتقول ان ان شاء الله الامور هترجع لمجاريها تاني بفضل الله. احنا ويانا في خير، في خير جوايا وجوا نوايا، بنتك تعيش، احنا مش ضد اي عيشه، بس نرفض الخطا، نرفض الخطا ان كان من عندنا او نرفض الخطا ان كان من عندهم، انا بتكلم بمنتهى الامانه وبدون تفتيح، لان التفتيح دايما بيجيب تجريح، انا ما بفتحش في اللي فات فات وانتهى ونقفل عليه، بس نبدا من دلوقتي، هنبدا من دلوقتي نحط ضوابط جديده، صفحه جديده، اه اللي التزم بقى يلتزم، ما التزمش بقى براحته، هو حر. طيب رساله بقى بتوجهها للمجتمع، بتقول له انا بوجه رساله للشباب، الشباب المقدمين على الزواج، اي حد يصادفه سوء تفاهم، الامور مش بتدار بالشكل ده، الامور بتدار بعقلانيه وبحكمه، وفي نفس الوقت اي زوج بيتزوج او مقدم على الزواج، القرآن والإسلام والدين حسك على أن تكون عادل بين زوجتك وبين زوجتك، تكون رأي الحكم عادل، لا تظلم زوجتك ولا تظلم أمك، لأن دي أمك حملت فيك وتعبت فيك وربتك وكبرتك، ما نقبلش أنها تكون مظلومة، وما نقبلش في نفس الوقت أن الزوجة تكون مظلومة، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، تابعنا مع حضراتكم يعني عم حمدي والد
نداء يعني تكلم بكل صراحة ووضح الصلح اللي تم وما جرى اليوم من إجراءات صلح وتصالح بين والدة يعني الزوج علي اللي هو زوج بنته وبينهم، وانه تم التنازل يتم التنازل عن جميع المحاضر وان المشكلة انتهت تماما ونزع فتيل الأزمة. وبوجه رسالة للشباب انه اي خلاف لا يحل بهذه الطريقة ولا على صفحة التواصل الاجتماعي. من محافظة الشرقية كان معكم محمود الوروري، دمتم في رعاية الله.